طيب لا اخش يا شيخ، انت عارف السماء عليك. خش اقفل الباب يا هو. في ايه؟ في ايه يا ابني؟ في ايه؟ ايه مالكم يا جماعه مستغربين كده ليه؟ مستغربين كده ليه؟ انتوا ايه اللي لمكم على بعض اصلا؟ حق داليا يا حاجه، حق داليا، انا مش فاهم حاجه. الراجل ده بريء يابا، بريء، مش هو اللي عملها. دلوقتي بقى بريء؟ مش ده اللي انت خطفت بنت وقلت هو اللي عملها؟ انت غلطان يابا ومش فاهم، متغفل. بس دلوقتي ضمينا على بعض. ايوه، ومطلوب مننا ايه بقى؟ عايز استاذنكم بس ان احنا ندخل اوضه داليا ندور على شويه حاجات مهمه. اوضه داليا؟ لا ليه بس يا حاج، احنا لو دخلنا دورنا في اوضه داليا اكيد هنلاقي حاجه تساعدنا ان احنا نرجع حقها. لا، ما هي اوضه داليا دي مش مشاعر، اللي رايح واللي جاي يبص عليها، وبعدين تقعدوا تفتشوا في حاجتها. لا يابا، اتكع على الصبر واهدى على نفسك كده. انت عايز حق بنتك يرجع ولا لا؟ وهو حق بنتنا هيرجع لما تدخلوا تفتشوا في اوضتها؟ حق بنتكم هيرجع لما نعرف عنها كل حاجه، واكيد هنلاقي في اوضتها اللي يساعدنا. رأفت، ما تدخلهمش اوضه البيت يا رأفت. اوضه بنتي لا، اوضه بنتي لا. ساعدينا بس يا حاجه، والله العظيم احنا عايزين ندور على حاجات هتساعدنا. لا، مش هتدخلوا اوضه البيت وتكشفوا حرمتها. اوعي رأفت، ما توافقش يا رأفت. ما توافقش، ما توافقش. استنى، اتفضلوا. شكرا شكرا. اتفضل. يلا عمد. عمدة ايدك معايا يلا عشان نلحق ندور في الاوضه كلها. لا، مش هقدر امد ايدي على اي حاجه هنا. هو ايه اللي مش هقدر امد ايدي على حاجه هنا؟ امال انت جاي معايا ليه؟ عشان ادخل اوضتها بس. طب اهدى شويه، عشان ابوها وامها واقفين بره. يعني افهم من كده ان انت هتفضل واقف لي كده؟ اه جنتل، انا كده حلو. انت غريب قوي. طب اوعى مش هتعطلني كمان. اوعى. راحة. يلا يا عمدة. لقيت حاجة؟ لا، ما لقيتش حاجة. يلا. ما لقيتش حاجة؟ يلا يابا. يلا. يا جنتال هنعمل ايه؟ سيبني بس افكر في الخطوة اللي جاية وبعد كده اقول لك هنعمل ايه. طب ايه رأيك؟ نحاول نوصل لمكان اللي اسمه فواز ده، نهبأ عليه بحملة متينة نجيبه من قفا أمه. وبعد ما نجيبه من قفا أمه؟ لا، ما انت اللي هتقولنا هنعمل ايه. يلا يا عمدة. بقولك ايه، انت ما قلتليش هنعمل ايه. بقولك يا عماد، هو انت كنت بتحبها قوي كده؟ وانا باين عليا؟ باين عليك، ده باين عليك قوي. انت ما شفتش منظرك فوق كان عامل ازاي؟ ما اعرفش والله يا جنتال، انا كل ما ادخل مكان هي كانت فيه ولا خطيتها حتى بس برجلها، بحس ان قلبي بيتنفض من جوه، كأن عيل صغير لا شاف ولا دار. طب بص يا عمده بقى، انا اهم حاجه عندي، انا مش عايز حبك ده ياثر عليك ويضيعك ويضيعنا. مش عايزين نعقد الموضوع اكتر ما هو متعقد. احنا لا هنجيب حد من قفا امه ولا عايزين نلعبها بوشوميه. طب ما تحريني. حريني. طيب هنلعبها ازاي؟ هقريك والله العظيم، هقريك بس كله في وقته. انا همشي دلوقتي، واهم حاجه عندي اوعى تتصرف من دماغك. اي حاجه تفكر فيها كلمني وخد رايي الاول. ماشي؟ يلا. ماشي. بقول لك ايه، انا بقيت بستجدعك. سلام يا عمتي.
اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت ما تخليش حاجة تفوتك.